تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل فراخ النهارده بطريقه جديده. نعمل كفته الفراخ بمدرسه البشاميليات او مهرجان البشاميليات بالشوفان. المقادير على الشاشه عباره عن دجاج مفروم صدور، شوفان نوعين بودر وحبوب، ومعانا التوم. دي معلقه فلفله حلوه بحطها هنا كده زي الفل، ممكن مخرجنا يجيبها. الله يوفقك، حلوه قوي، بتدي فليفر وتيست عالي. ايه الحلاوه دي؟ يلا العب. هو ده، تعالوا نشتغل مع بعض في الكفته بتاعتنا. اللهم صل على النبي. حلوه قوي، تمام. ايه الحلاوه دي؟ ايه الصوره الحلوه دي؟ الصوره تعني مليون كلمه على شاشه القناه الاولى بتفاصيلها بالتكنيك العالي. هو ده، ايه ده؟ حلو قوي. شفنا مقادير كفته الدجاج بالبشاميل الشوفان هتتعمل ازاي واحده واحده مع بعض. نشتغل في المقادير زي الفل. كسروله زي دي كده، بناخد صدور الفراخ اتفرمت زي الفل، عدينا المرحله دي خلاص. كل ده احنا بنلعب لحضراتكم وبنشتغل لمصلحه حضراتكم. مش هضيع الحلقه بقى واشغل الكاب وافرم الفراخ، عدينا المرحله دي من زمان. مش هجيب 2 كيلو بطاطس واقعد اقطعهم مكعبات، عدينا المرحله دي من زمان. ما تبص على البسيسه وتشوف وهي في الفرن كده بتتدلع ازاي، ايه رايك؟ تعالوا مع بعض نضيف للصدور الفراخ المقادير وبقيه المقادير واحنا مع بعض. معلقه فلفله حلوه بتعلي التست والفليفر، توم مفروم ناعم حلو قوي، بصله مفرومه ناعمه، شوفان بودر معلقتين زي دول كده، اه كفايه قوي. وبخلي الباقي هعمل بشاميل. اخد حبوب الشوفان اللي موجوده عندي، والشوفان عنده شويه تناكه. يعني ايه يا شيف؟ يعني تقيل. العب يا واد يا تقيل، يعني ما بيديليش الالياف الفعاله بتاعته. عامل زي الايه؟ عامل زي العداد بتاع الكهرباء، فعال وغير فعال لبعض المصانع والشركات. اه فالالياف الفعاله اللي في الشوفان والالياف الغير فعاله الاثنين لهم فوائد، لانه بيمتص كل السموم اللي موجوده في الجسم، وكمان بيسيح الدهون وفعال على طول، بيسموه كنسه المعده. اه ده الشوفان بتاعنا البودر والناعم، قصدي الحبوب والناعم. اه كفايه دول، بننزل بشويه الخضره دول زي الفل. معايا قليل من الحليب، قليل الدسمة أو عصير ليمون زي الفل. ده عصير ليمون وشوية حليب زي الفل يا عم الشيف. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل. سمع صوت البطاطس؟ سمع صوت البطاطس وهو في وداني؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ أقرب للحلة، بص على الصوت ده كده، تتكلم مصر. بطاطس ما فيهاش لا فراخ ولا لحمه، مع بوكيه جرنيه هي مع البطاطس. البطاطس استوت على فكره. الفلفله الحلوه دي، البهارات على الكفته، البهارات ما فيش منها مشكله، بالعكس البهارات بتنشط الجهاز الهضمي. بلاش السبايسي قوي. نقلب كل الخليط ده مع بعضه بايدينا عشان نعجن عجينه حلوه، عشان عندي طاسه على النار اهو. ايه الامان اللي في الكفته هنا؟ ايه الهيلس اللي في الكفته هنا؟ ما فيهاش اي خل، دهون بسيطه. الشوفان هنا هنستنى عليه شويه لغايه لما يتعرف على صدور الفراخ، وخاصه حبوب الشوفان. عشان كده لما الناس اللي هي بتحب تاكل الشوفان نحطه مع زبادي ونحطه في الثلاجه، تاني يوم بنلاقيه نفش كده وبقى كتير في قلب الحله وفي قلب الطبق. بنحط حليب مغلي على الشوفان يقوم ينفش معانا ويبقى زياده في قلب الكوبايه. عشان كده الشوفان غير الدقيق، غير بعض كل الحبوب. اهو هنستنى على العجينه دي شويه، هتلاقيها تقلت معايا اهو، مع ان هتطلعها حليب. اه حلوه، هنسيبها كده ونشتغل في اللي بعده. اللهم صل على النبي. ايه عينيا رايح عليها اهو، تسمعك الصوت الحلو، الصوت اللي يجوع. اه كفته هنا جاهزه حلوه قوي، تمام. للامانه دي بنسبه 99.9 هيلث، ما فيهاش حاجه خالص. شوفان بودر، شوفان حبوب،
صدور فراخ نسبة الدهون فيها زيرو تقريبا أو 5% لا تذكر. معانا البصل والثوم درنيات بتساعد على ذوبان الدهون، وكل التوابل بتاعتنا الجميلة الحلوة زي الفل. تعال نعمل البشاميل بتاعنا الخفيف البسيط السهل واحنا واقفين مع بعض كده. شيل دي من هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، زي الفل. معلقتين من الزيت، مش هنحط لا زبدة ولا سمنة، زيت عادي. تمام زي الفل، دول كفاية. ومعانا نوعين من الشوفان، البودر والحبوب، هستخدم البودر. واحمره شوية في الدقيق. ده البشاميل اللي انا هحطه على الكفتة بتاعتي بعد ما تتحمر. شايف الشوفان بيتحمر في قلب الزيت ازاي؟ التفاصيل في قلب الحلة، التفاصيل في قلب الطاسة، الحلاوة دي، ايه الجمال ده؟ الله. واستنى عليه شوية كده هسه. ده الشوفان مع قليل من الزيت، تحميرة تقليبة ياخد طعم. الله، زي الفل. احط عليه حليب. قولي ولا تخبيش يا زين، ايش تقول العين للعين. ده البشاميل بتاعنا. معانا الحليب من سوبر، من السوبر ماركت بتجيبه، الدسامه بتاعته قليله. نسقطه هنا يا ولي ونقلب. الله الله على القوام ده. هلسي. شفت البشاميل هيتقل معايا؟ خن العيار، اعمل ايه؟ عيط؟ لا، هو ده، العب. خلص الكلام. المضرب بتاعنا، توابلنا للبشاميل ده ملح وفلفل. شفت القوام ده كده؟ بشاميل نقدر نستخدمه مع كوسة بالبشاميل. لو عايزه تعملي كوسه بالبشاميل ممكن، عايزه تعملي سبانخ بالبشاميل ممكن. جيب لي الزلزال اللي في الحله دي يا شفيق، الله يوفقك، انت حبيبي حبيب والديك. حلو قوي. الله على ريحه البطاطس، والله العظيم من خير ارضنا بتتكلم مصر. البطاطس لها ريحه كده مع صوص الطماطم، ما تحرموناش منها، بلاش نحمرها في الزيت يا اخوانا واحنا بنعملها يا اخي، خلي بالك اهو عشان تشم فيها ريحه الريف المصري والصعيد المصري. تشيل الحاجات دي كلها من هنا، اللهم صل على النبي، زي الفل. ايدي في النظافه على طول اول باول، اهم حاجه. هتتعود على كده وتبقى زي الفل. البشاميل طلع ولا لسه؟ جاهز، نخليه على جنب وندخل الصينيه الحلوه دي كده زي الفل، ونحط ده كده من غير النار، نشيله من هنا عشان الصوره الحلوه. حاضر عينيا. تمام، نبدا نشتغل في الطاسه بتاعتنا دي ونحمر الكفته. شويه زيت زيتون، وعايزين نحمر الكفتة بتاعتنا اللي هي بعد ما تتحمر هننزل عليها بالشوفان الجميل الحلو ده كده. ولادنا بيحبوا الجبن مع الشوفان، نحط جبنة برضو، في الجبن موجودة في السوبر ماركت، قليلة الدسامة عادي، ممكن تحط معلقة جبنة رومي مبشورة عادي، شوية جبنة موزاريلا، شوية جبنة شيدر حسب الرغبة. الكفتة اخبارها ايه مع الشوفان؟ اكيد الشوفان دلوقتي بدأ يبين شخصيته الطبيعي يعني. اللهم صل على النبي، ناخدها ونروح هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ هنا زي الفل. عينيا. خبره طويله بين ايادي، بين اصابع ايد العشر. واحده من دي كده مع شويه بطاطس اللي انا عاملها، يبقى الاكل بتاعنا هيلسي بنسبه 90%. باماره يا شيف، المقادير قدامك على الشاشه وفي حصيها مدرسه المغازي. الهيلسي بتقول ايه؟
مدرسة المغازي الصحي بيقول إيه؟ بكتب مقادير الأكلة قدام عينيا كده أو أسجلها في دماغي وأهرب من الدهون، لا زبدة ولا زيت ولا سمنة. استخدمنا هنا المعلقتين زيت زيتون. اللحم بتاعنا فراخ صدور، لا فيها لا جلد ولا دهون. حلو. الشوفان بتاعنا اللي حاطينه مكتوب على صيدلية الدكتور التغذية، عنوانه شوفان بروكلي. أي دكتور تغذية يقول لك شوفان وبروكلي. عينيا، حاضر. نيجي للبطاطس الجميلة الحلوة اللي بتغلى على النار، مخرجنا هيجيبها دلوقتي. زلزال في ريحة الريف المصري والصعيد المصري مع صوص طماطم لطيف وجميل. واحدة أخيرة مع بعض عشان ناخد بعضنا ونجري ونطلع فاصل صغير. هنرجع من الفاصل ده نشوف الإنتاج بتاعنا. صينية بسيسة في الفرن هتطلع تشرب شربات زغروطة حلوة من عصير البرتقال اللي بيغلى على النار مع قرفة. معانا كفتة الدجاج بالشوفان وبشاميل الشوفان. معانا يخنة البطاطس من قلب الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحية كبيرة قوي من على الكورنيش هنا من مزبيرو. مع كفتة الشوفان الجميلة الحلوة بنقلبها طبيعي علشان هنبدأ ندخلها الفرن. بس خلونا ناخد العدسة الجميلة والكاميرا الجميلة والأساتذتنا المصورين ونشوف إيه أخبار الفرن. إيه أخبار الفرن؟ بص عليه كده بصة حلوة ونصلي على الحبيب. قلبك يطيب. بس ده زيتون. وفلفل. زيتون وفلفل. في قلب الطاسة. اللهم صل على النبي. مع ورقتين ريحان حلوين. كل ده عشان أعمل لوحة فنية. تحفة فنية. وتشوفوها على الشاشة لوحة فنية. قبل ما أنزل بالبشاميل بتاعي. زي الفل. أخبار البشاميل إيه؟ يلا مع بعض مخرجنا العب. هو ده. اللهم صل على النبي. كفتة الفراخ بالبشاميل. البشاميل مدرسة الشوفان. كفاية كده. اللهم صل على النبي. هناخد الصينية دي وندخلها فين يا عم الشيف؟ في الفرن. بس هنا المرة دي هتتحط على الشبكة. اللهم صل على النبي. يلا. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ شوية زعتر على الوش. ممكن على فكرة لو الأولاد بيحبوا جبنة حط جبنة برضو علشان ياكلوا منها. وناخدها زي ما هي كده يا عم الشيف وندخلها الفرن. اللهم صل على النبي. وانا ماشي كده ايه الجمال والحلاوة دي؟ برسم لوحة فنية. درجة حرارة الفرن عندي 180. الله هيلسي. هيلسي 100%. يلا بص على ايه الحلاوة. الصورة تسبق الحديث. الصورة تسبق الكلام. في قلب الفرن. هنطلع ايه من الفرن يا عم الشيف؟ هنطلع الكفتة بتاعتي عشان وقتنا خلص. اللهم صل على النبي. دي شوية كده ايه دلع دلع. تعالوا نطلع مع بعض الكفته. بص عليها كده قبل ما اطلعها من الفرن حبيب قلبي. جاهزه. العب. اللهم صل على النبي. سخنه. الف هنا وشفا للي ياكل. حلقتنا النهارده فيها خبره طهويه، فيها خفه دم، بنحببكم في المطبخ. هي دي مدرستنا عشان تحب المطبخ وتخش المطبخ، ما تحسش ان المطبخ ده واجب زوجي او واجب اسري، لا بالعكس، ده هو مفتاح السعاده الزوجيه. بجد والله العظيم دايما بيكون لك مفتاح الجنة، مفتاح العربية المرسيدس، مفتاح العربية الجميلة الحلوة، مفتاح شقة حلوة، مفتاح فيلا. عندك مفاتيح السعادة الزوجية هو المطبخ، مفاتيح السعادة الأسرية هو المطبخ، مفاتيح الكلمة الحلوة لجوزك وتجيب اللي نفسك فيه بكلمة حلوة هو المطبخ. ده خلاصة الكلام. انت بقى دكتورة، انت مهندسة، انت ايا كان البوزيشن بتاعك، مطبخك هو محور الحديث بينك وبين العائلة، من الزوج للحما للأم. رؤية فن ابداع. بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماسبيرو.